بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد مع بعض ملخص التربية الفنية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني. أول حاجة هناخد تاريخ النسيج في مصر. أول حاجة زمان كان في العصر الإيه؟ العصر الفرعوني، تمام؟ طيب استخدم المصريين القدماء إيه؟ الكتان. يبقى في العصر الفرعوني استخدمنا الكتان عشان نصنع الأقمشة والأغطية. يبقى كان النسيج من الكتان، بينسجوا القماش في العصر الفرعوني من الايه؟ من الكتان. دي اول حاجة. طيب بعد كده العصر القبطي، يعني العصر ايام المسيحيين، انتشرت المنسوجات فيه برضو الكتانية، كانت نفس الحكاية زي القدماء بس انتشرت في الاسكندرية، وكمان اضافة الى المنسوجات الصوفية كمان في مصر. طبعا بعد كده كل ده بيقول لك الرسومات اللي كانت على المنسوجات الصوفية وعلى المنسوجات الكتانية كانوا بيزغرفوها بالأشجار والرؤوس الآدمية، يعني الرؤوس بتاعت بني البشر يعني، والخيول المجنحة اللي ليها أجنحة والكباش. كل دي ايه؟ هو لو سألك هيسألك ان في العصر القبطي كانت المنسوجات عبارة واحد كانت منسوجات كتانية، اتنين منسوجات صوفية، ودي كانت في الاسكندرية ودي كانت في مصر، وبيتكلم كان كمان في الفيوم وهكذا. المهم انك تعرف ان في العصر القبطي كان في منسوجات كتانية ومنسوجات صوفية. اما بقى العصر الاسلامي، بيقولك المسلمين اتأثروا قوي بالحضارات السابقة وطوعوها لفلسفتهم الروحية، فعملوا بقى المسلمون كانت في عصر متقدم، فعملوا بقى مصانع عشان يصنعوا فيها النسيج والملابس والخيام والستائر والأغطية، وكانت مصانع النسيج دي بتخضع لإشراف الحكومة عشان تضمن جودة النسيج، وكانت بتستخدم زخارف هندسية على الأقمشة دي أو على النسيج، وحيوانية وتجريدية وكتابة عربية، يعني بيتزغرفوها بكذا حاجة. لكن في المميز في العصر الإسلامي إن المصانع كانت بتخضع لإشراف الحكومة، وكان في مصانع خاصة لملابس الخليفة لوحده. يبقى ملابس الخليفة عمل لها كذا مصنع كده في العصر الإسلامي، وأهل بيته تسمى بإيه؟ المصانع أياميها كانت تسمى دار التراث، تمام؟ وكلمة تراث تطلق أيضا على شريط منسوج به كتابات، يعني طراز يعني على شكل طراز أصلا، يعني كلمة شكل على شكل إيه؟ شريط مكتوب عليه إيه؟ أكيد اسم إيه؟ اسم الخليفة والدعاء له، واسم المدينة واسم الصانع وتاريخ النسيج. يبقى طراز الشكل ده كان زي كأنهم بيكتبوا عليه إيه؟ اللي حصل في الإيه؟ في القماشة دي أو في المنسوج ده، يبقى بيبقى مكتوب عليها او بتطلق على ايه؟ كلمة طراز على شريط منسوج به كتابات، اي شريط مكتوب عليه اسم خليفة او دعاء او اسم مدينة او كده بيطلق عليه طراز. وكمان المصانع اللي كانت خاصة بالخليفة كانوا بنسميها دار التراث. بعد كده في العصر الحديث انتشرت المصانع بتاعت النسيج دي في انحاء العالم كله. طيب انواع المنسوجات، في منسوج اسمه الدباج الدمشقي القطيفة، طبعا دي انواع اقمشة او انواع منسوجات موجودة، يعني القطيفة دي اللي هي الناعمة دي اللي انتوا بتلمسوها في الحقيقة، الاطلس الالجاء، يبقى الالجاء، تمام. في نسيج تاني، نوع من القماش تاني اسمه النسيج الوبري. ده مين ده؟ بيقولك الصينيين هم اول من عرفوا النسيج الوبري ده، وبعد كده انتقلت صناعته لبابل وفارس، عرفوا يقلدوا النسيج ده. ولكن السجاد الشرقي له طابع مميز، السجاد بتاعنا الشرقي له طابع مميز، تتسابق دول كثيرة على اقتنائه وشراؤه مما يرفع الاقتصاد القومي للبلاد، السجاد الشرقي بتاعنا، تمام. بعد كده هناخد الفنان محمود مختار. الفنان محمود مختار، قبل ما ابدا في اي حاجه عايزاكم تعرفوا ان اللي احنا هنتكلم عليه كله خاص بالفنان محمود مختار. ولد 18/91 في طنباره بالمحله، طنباره بالمحله، تمام، محله مختار، ميم بي،
تمام. بعد كده راح للقاهرة والتحق بمدرسة الفنون الجميلة، وبعد كده سافر إلى فرنسا ليتعلم الفن هناك، فتعلم على ايد استاذه اللي هو كوتان. يبقى محمود مختار اتعلم على ايد استاذه اللي هو كوتان، وعرض له تمثال عايدة في صالون باريس. يبقى عمل تمثال عايدة وراح استاذه عرضه له في باريس. يبقى تاني، محمود مختار ولد في طنبرة بالمحلة، انتقل للقاهرة والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1908، وسافر لفرنسا وتعلم على يد أستاذه كوتان وعرض له تمثال عايدة في صالون باريس. برضو بنتكلم على محمود مختار عشان ما تخلطوش الأمر بينه وبين الأسماء اللي هنقولها بعد كده. محمود مختار عمل ايه تاني؟ هو بيقول لك عين مدير لمتحف اسمه جرفان. طيب في الفترة دي عمل تمثال اسمه نهضة مصر. يبقى محمود مختار عمل تمثال نهضة مصر. 1920 عرض أو عرض له تمثال نهضة مصر في صالون باريس اللي احنا قلنا عليه. يبقى عرضوا له التمثال بتاعه في ايه؟ في صالون باريس، وفاز بالميدالية الذهبية على هذا التمثال. بيقول لك في 1928 كون مجموعة أو جماعة من أصحابه كده عشان يحيوا فن التراث بتاعهم. المجموعة دي من مين؟ العقاد والمزني وهيكل. العقاد ومزني وهيكل كانوا اسمهم ايه؟ جماعة الخيال لأحياء فن التراث. زي ما قلنا ان هو تعرض له تمثال نهضة مصر في صالون باريس واخد الميدالية الذهبية، اتعرض له تمثال تاني اسمه تمثال عروس النيل في 1929، واتعرض في صالون باريس برضو وفاز بنفس الميدالية تاني، فاز بالميدالية الذهبية. يبقى فاز بالميدالية الذهبية مرتين، مرة في على تمثال نهضة مصر لمحمود مختار اللي احنا بنتكلم عنه، ومرة تانية لتمثال عروس النيل. واضح ان هو كان بيحب قوي سعد زغلول محمود مختار. تمام، محمود مختار كان بيحب سعد زغلول، فعمل له تمثالين، تمثال حطه بالقاهرة وتمثال تاني بالاسكندرية. وكانت رؤية السيدة هدى شعراوي ان محمود مختار ده تمنح جائزة لمختار، تمام، لأفضل المثالين الشباب. كان من وجهة نظرها هو أفضل المثالين ولازم ان ياخد ايه جايزة على اللي هو بيصنع التماثيل دي. وفي أعماله عبر عن الريف المصري والفلاحة المصرية. طيب، وهز الكتل الساكنة، يعني ايه هز الكتلة الساكنة في التعبير عن الريف المصري؟ يعني خلى الريف المصري باللوحات بتاعته ده كأنه كانت ورقة مثلا او كان تمثال ساكت بقى يتكلم، هزها. تمام، وبيقول لك اسلوبه اتسم بجمال التكوين والطبيعة والواقعية والرقة والليونة والبعد عن التفاصيل. طيب، اللي فات كلكم واللي جاي ده كوم تاني، ده مهم جدا علشان ده معظم الامتحانات. طبعا تمثال نهضة مصر تحفظه كويس جدا، وتمثال عروس النيل. واللي جاي ده من اعمال برضو محمود مختار، ابن البلد كان لونها برونز، سعد زغلول. طبعا احنا قلنا ان هو عمل تمثالين لسعد زغلول. حارس الحقول، طبعا احنا عارفين ان هو كان بيحب الريف، فعمل لوحة لحارس الحقول، ولوحة الراحة، زوجة شيخ البلد، برضو كل ده خاص بالايه؟ بالريف. نحو نهر النيل برضو خاص بالايه؟ بالفلاحة المصرية او الريف المصري. رياح الخمسين من أعمال محمود مختار. طبعا لوحة عايدة اللي احنا قلنا أستاذه عرضها له في صالون باريس. حاملات الجرار، طبعا ده خاص برضو بالفلاحين عشان بس كأن في جرار يعني عشان تربطوها بس بمحمود مختار. كاتمة الأسرار خاصة بالفلاحة مثلا، علموها كده عشان وجات لهم. حاملات الجرة، وعروس النيل زي نهر النيل كده خاصة برضو بالريف المصري. الحزن، لوحة الحزن، لوحة الفلاح، بنت الشلال. يبقى من الاخر كده لو انتوا نسيتوا اي حاجة فتحسوا ان هي مرتبطة بالريف، يبقى تبع مين؟ محمود مختار.
طبعا احنا قلنا ولوحة نهضة مصر اللي هي اخد عليها الميدالية الذهبية لما عرضها في صالون باريس. خلي بالنا اللي فات كان محمود مختار. نيجي بقى لمحمود برضو، بس الانسان ده سعيد، محمود سعيد هو فنان الشعب. محمود سعيد فنان الشعب، تمام. اول حاجة ولد بالاسكندرية عام 1897، التحق بكلية الحقوق بفرنسا. وهو بقى انتوا عارفين فرنسا في اوروبا، في قارة اوروبا، فلما كان بيبقى عنده اجازة كان بيزور المتاحف والاكاديميات في اوروبا. وساعتها التحق بمرسم اسمه الكوخ الكبير، كان الكوخ الكبير ده موجود فين؟ طبعا في فرنسا. كمان التحق بالسلك القضائي عام 1922، ولحد ما وصل لدرجة مستشار داخل السلك القضائي. يعني السلك القضائي فضل ان هو يتدرج في المناصب، يعلى يعلى لحد وصل لدرجة مستشار. قالك هو وصديقه محمد ناجي، محمود سعيد اللي احنا بنتكلم عنه مع صديقه محمد ناجي تدخلوا مع بعض عشان يفرجوا عن الفنان عبد الهادي الجزار والفنان حسين يوسف امين. يعني عملوا زي كده ايه، واسطة. عندما قدم للتحقيق بسبب لوحة الجوع، يبقى ساعدوا ان هم يبقى فيه افراج عن الفنان عبد الهادي الجزار وحسين يوسف، تمام. طبعا اشترك في عدة معارض في نيويورك وباريس وفينيسيا، طبعا الحاجات دي لان هو كان اصلا في فرنسا. بيقولك في جمعية عرضت كل أعماله أو أهم أعماله، الجمعية دي اسمها ايه؟ محبي الفنون الجميلة. يبقى في جمعية اسمها محبي الفنون الجميلة عرضت ايه؟ أهم أعمال محمود سعيد. كان أول من حصل على جائزة الدولة التقديرية من الفنانين التشكيليين، يبقى أول واحد حصل على جائزة الدولة التقديرية مين؟ محمود سعيد. برضو محمود سعيد من صفاته في اللوحات بتاعته عبر عن مظاهر الحياة الاجتماعية، علشان كده سموه فنان الشعب. وكان بيربط الأشكال بالخلفية بتاعتها، وبيعمل مساحات بالخطوط والأقواس، بيظبطها قوي علشان ينظم عناصر اللوح. يبقى كان له قدرة على تنظيم عناصر اللوح. طيب عندنا الأعمال بتاعت محمود سعيد ذات الرداء الأزرق، ابنة الفنان أو بنت الفنان. يبقى محمود سعيد رسم، يعني تخيلوا كده ان هو رسم لوحة لبنته، يبقى بنت الفنان. وبرضو بنت، نفس الكلمة بنت، البلد اللي هي ايه؟ فريدة. يبقى بنت الفنان وبنت البلد فريدة. تخيلوا ان هو بيرسم كل اللوحات دي لبنته، فاجمعهم كلهم لبنته، يبقى ذات الرداء الأزرق بنته، بنت الفنان، بنت البلد فريدة، خلاص. وكمان لابنة أخي الملكة، تمام. يبقى كده هو ايه، بيحب أسرته، فايه فاجمعوا كلهم بايه، بأعمال محمود سعيد، ان هو بيحب بنته. يبقى بنت البلد ذات الرداء الأزرق، بنت البلد قلنا، يبقى ابنة الفنان وابنة أخي. طيب يبقى هو كان بيحب أسرته فعمل لوحة للأسرة، خلاص كده. وعمل كمان ما نساش المرأة، فعمل لوحة للمرأة كأنه بيعمل لوحة لمراته، عشان هو بيعمل لكل الأسرة، يبقى المرأة. وكمان لابنه، لأن هو بيعمل لكل الأسرة، يبقى ابن الفنان كمان، خلاص، عشان بس تعلموها وتربطوها بمحمود سعيد. وكمان عمل لوحة اسمها بنات بحر، فالفنان محمود سعيد. طيب ايه تاني؟ قال لك هو كان عايز يفسح ايه اسرته اللي احنا بنتكلم عنها، فعمل لوحة باسم المدينة. يبقى كأن الاماكن اللي هو بيروح المدينة، والسيرك، والدعوة للسفر، يبقى عمل لوحة باسم المدينة كأنه يفسحهم في المدينة، والسيرك، والدعوة للسفر، كان عايز يسفرهم يوديهم لمنظر طبيعي. يبقى كل ده عشان تربطه بس ببعض، يبقى كل اسم لوحة في اسم لوحة المدينة، السيرك، الدعوة للسفر، منظر طبيعي، تمام. وطبعا كان بيحب أسرته، فكان بيحبهم يصلوا،
فعمل لوحة باسم الصلاة، وعمل لوحة تانية بالخادمة بتاعته مثلا، نفترض يعني دي كلها كده يعني مش موجودة، بس أنا بقولها لكم عشان تربطوا بس بمحمود سعيد. مثلا الخادمة كانت زنكية، تمام، يبقى محمود سعيد عمل اللوحة الزنكية وبس كده خلاص. يبقى ذات الرداء الأزرق ابنة البلد، ابن بنت البلد وبنت الفنان وابن الفنان خلاص، وابنة أخي والأسرة خلاص، والزنكية اللي جوه الأسرة، تمام. كمان لوحة المدينة زي ما قلنا، بنات بحري، منظر طبيعي، السيرك، الدعوة للسفر، الصلاة، تمام. نيجي بقى لآخر فنان، هو الفنان أحمد عثمان. هو تخرج في مدرسة الفنون التطبيقية، الفنون التطبيقية كده زي الرسم كده، تمام. وفي ده في بعثة إلى إيطاليا، يبقى تخرج في مدرسة الفنون التطبيقية وبعد كده راح سافر لبعثة إلى إيطاليا، حصل على درجة عالية في النحت في إيطاليا أو من إيطاليا، وأخذ منصب أستاذ النحت بمدرسة الفنون الجميلة. أستاذ النحت بمدرسة الفنون الجميلة، بعد كده أخذ منصب أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، فهو كان أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. الأول كان في المدرسة أستاذ للنحت، وبعد كده بقى عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. قال كمان مش بس كده، ده راح لسجن اسمه ليمان تورا، وقال أنا هستفيد من الطاقة بتاعت السجناء وهعلمهم النحت، فأنشأ قسم للنحت بالسجن بتاع تورا ده عشان النزلاء يستفيدوا ويحولوا طاقتهم لطاقة مفيدة وينحتوا بالطاقة بتاعتهم. كمان بيقولك ان وزارة الثقافة استشارته في نقل معبد ابي سمبل بالنوبة، قالت له ايه رأيك يعني ننقل المعبد، علشان هو طبعا انتوا عارفين ان هو احمد عثمان خبير بالنحت، يعني عشان يقول لهم اذا كان هو هينفع ولا مش هينفع. كمان اقرت هيئة اليونسكو، الهيئة بتاعت اليونسكو، مشروعه لنقل المعبد. طبعا هو كان مهتم بالقيمة الكبرى للتراث زي المعبد أبي سمبل كده، كان مهتم بيه وخاصة التراث الشعبي، وأعماله كانت بتعالج قضايا قومية واجتماعية وتذكارية. وبيقولك هو كان مؤمن بأن الفن التشكيلي اللي هو بيعمله ده كان بيعالج الانحرافات، ومن ضمنها زي ما احنا عارفين السجون اللي هو حاول أنه يعالجهم بالفن التشكيلي. آخر حاجة أهم أعماله، أحمد عثمان، النحت البارز، يعني عمل نحتات زي كده وشوش كده وحاجات بارزة، زي الباب الرئيسي لحديقة الحيوان هتلاقي فيه نحوت أو نحت بارز، يعني هو اللي عامله. محطة سرايا القبة، النحت البارز اللي هو اللي عامله، يبقى أي نحت هتلاقيه هو اللي عامله، يبقى في حديقة الحيوان، في محطة سرايا القبة، الأماكن اللي هي هتلاقوها حيوية. طبعا الرسامين اللي فاتوا ما عملوش في أماكن حيوية، لكن لما تلاقي مكان حيوي تعرف ان هو أحمد عثمان لما يجي لك في الامتحان. يبقى الباب الرئيسي لحديقة الحيوان، محطة سرايا القبة، حاجات في الحقيقة كده، يبقى هو اللي نحت تمثيل هناك أحمد عثمان. نحت بمسرح سيد درويش، طبعا انتوا عارفين ان محمود مختار الاولاني عمل تمثال لسعد زغلول، ودي حاجات مميزه بيه خلاص، لكن ده عمل حاجات كده كتير في الايه في النحت. نحت هنا النحت البارز من اهم اعمال احمد عثمان. نحت بمسرح سيد درويش. كمان عندك نادي ضباط الجيش بالزمالك ومصر الجديده، يبقى هو برضو عمل نحت بارز، يبقى نادي الضباط، نادي ضباط الجيش، نادي ضباط الجيش سواء كان في الزمالك او مصر الجديدة عمل نحت بارز فيه، نادي الضباط. كمان واجهة الساحة العسكرية بالعباسية، يبقى في الساحة العسكرية برضو عمل نحت بارز. قاعدة تمثال ابراهيم باشا، القاعدة بتاعته هو اللي نحتها خلاص بميدان الاوبرا. قلت لكم اماكن حيوية، يبقى احمد عثمان. دار الاوبرا نفسها لنجيب الريحاني ومحمود تيمور، هو عمل نحت هناك، يبقى احمد عثمان. مبنى
الكونسرفتوار، المبنى ده هو برضو نحت هناك. طيب من ضمن أعماله هو نحات طبعا أحمد عثمان رمم أجزاء من تمثال رمسيس الثاني، يبقى تمثال رمسيس الثاني هو رمم أجزاءه. طبعا التمثال ده مهم جدا وليه قيمة كبيرة في الأقصر، فهو لو هو وقع أو حصله حاجة بنفقد قيمة كبيرة جدا، فهو اللي قام بترميمه. مين ده؟ أحمد عثمان. كمان تمثال النزهة بالحجر الصناعي هو اللي عمله، تمثال النزهة خلاص أحمد عثمان هو اللي عمله. تمثال كمان الصحة والرخاء والقلم بمدخل بلدة سيرس. طيب يبقى تمثال تاني اسمه الصحة والرخاء والقلم، ده هو اللي نحته الفنان أحمد عثمان. يا رب كده ما تخلطوش بين الفنانين. بنجاح وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.